أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال. استكمالا لموضوع سابق تحدثنا به حول الطريقة الصحيحة في قياس أو لقياس الإشارات، ومن حيث قياس الطول والعرض والعمق والمسافات وغيرها، فما زال هناك الكثير من الإخوة المتابعين يتساءلون أو يخطئون أثناء قياس الإشارات المرسلة إلي في الفيديوهات التي يبعثونها. أعرض أمامكم إخوتي الصورة الأولى، هي طريقة خاطئة وقد نوهت عليها بعلامة إكس، لأنها صورة أو أسلوب خاطئ في القياس، حيث تشاهدون أن الأخ الذي يقيس ارتفاع أو عمق الإشارة يضع المتر بشكل مائل، وهذا من الأخطاء الشائعة، حيث يكون الفرق هنا بين القياس الصحيح والقياس الخاطئ لا يقل عن 10 سنتي أو 5 سنتيمتر على أقل تقدير، وهذا يؤثر على يؤثر على القياس الحقيقي على الأرض، حيث قد يتجاوز 5 متر فرق بين القياس الصحيح والقياس الخاطئ. تلاحظون في الصور التالية الأساليب الصحيحة أو الطرق الصحيحة في القياس، حيث يجب أن يكون أداة القياس وهي المتر أو المسطرة بشكل عمودي تماما عند قياس العمق، كما تشاهدون في هذا أو في هذه الصورة المعروضة الآن أمامكم. وكذلك عند قياس السيالات المتعرجة أو التي يكون فيها انحدار وعدم انتظام في العمق، يجب أن نستخدم أيضا عملية التعرج هذه في أداة القياس وهي المتر، مثل كما تشاهدون الصورة الموجودة الآن أو المعروضة الآن أمامكم، حيث يقوم الأخ الذي يقيس طول السيال، لاحظوا كيف يضع المتر بشكل متعرج ليأخذ جميع الانحناءات في هذا السيال، وهذه هي الطريقة الصحيحة. كذلك يحبذ أيضا استخدام الخيط في القياس السيالات المتعرجة أو الإشارات غير المنتظمة، كالدوائر مثلا أو أقطار الأجران غير المنتظمة التي فيها انحناءات، يجب استخدام الخيط أو يفضل استخدام الخيط حتى لا يكون هناك خطأ في قياس القطر أو طول الإشارة. تعتبر الإشارة أو تعتبر وسيلة الخيط أو المتر المتعرج كما رأينا في الصورة السابقة من أفضل الطرق التي تأخذ حتى الانحناءات الصغيرة تأخذها بالاعتبار أثناء القياس، وهي تكون مقصودة أحيانا من وضعوا هذه الإشارة لكي يقع الباحث المستقبلي في التضليل فيخطئ مكان الإشارة أو مكان الهدف الرئيسي نتيجة خطئه في القياس. أرجو أن تعم الفائدة وأن يتقيد الإخوة أثناء عملية قياس الإشارات بهذه الأمور الدقيقة والمهمة جدا. تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحيم.